Van Gogh. Su esmo? Van Gogh. Van Gogh. Su jinsito? Hollandi. Hollandi. هيدول شو؟ دوار الشمس. شوف شوف شو حلو. آخر حياته وفش خلقه. تعرف على الفنانين، تعرف على الفنانين، هذا شيء كثير بيساعدهم إنه يكون توسع الخيال تبعهم، يكون أوسع الفيجن تبعهم بالحياة تكون أوسع. La nuit, étoilée, étoilée من étoile. أماتيس شو اسمها طريقة الرسم تبعولته؟ شغلة بتشوفوها فيها. القمر. أنت بتسمك الأصفر لما بتستعمل كتير، بس بتغمق بغير لون. شوفوا وين في ضوء فتحه، وين في عتمة غمقه. مش ذكي أنا والله. حركة، حركة. كيف عم بحركها؟ عم بتشوفوا كيف عم نستعمل الريشة؟ هناك بالمدرسة بيعلمونا بيعطونا دورات، أما هون بنرسم بس بنتعلم بغير طريقة. لا في بس بدي شوية أبيض. أكيد إيه هلا باتي. ما عم تنضف معي الريشة. ما عم تنضف؟ هيك إحنا شوف الدمار عم هيك عملت. الهدف كله من هذا المشروع بالنسبة لي إنه يصيروا ينتبهوا أكثر للأشياء اللي حواليهم، ينتبهوا أكثر للألوان اللي حواليهم، للأشكال اللي حواليهم، حتى ما بقى يركزوا على الأشياء الروتينية، على الأشياء اللي المجتمع بتفرض عليهم، فعم جرب أفتح لهم شباك على شيء جديد، على شيء هن بيقدروا يقشعوا. ما بيقدروا يقوموا بكثير من نشاطاتهم، وما بيقدر الطفل يكون خلاق لأنه عم بيعيش بظروف حياتية صعبة جدا. مسك زبابكم فتحت باللون الأزرق. غمق أول شيء بترجع كمل. لما يجوا الأطفال لعنا لهون نقوم في بعض النشاطات، الرسومات والأشغال اليدوية، الغناء، التعبير عن الذات، يكون الطفل خلاق، عم بيلاقي روحه إنه عم يسرق شيء من شيء اسمه طفولي. قلت بالدور.